انا عايزه اعرف انا جوايا طاقه سلبيه ازاي اتخلص منها، ازاي احولها لطاقه ايجابيه، اقول لنفسي ايه يعني بمنطق ايه؟ انا هشتغل يعني مش هقعد في البيت، طيب انا حلو، هشتغل مش هقعد في البيت. خلينا نتفق ان الكلام بيعمل برمجه او بيخش في العقل اللاواعي، فبيعمل طاقه سلبيه او ايجابيه، تمام؟ طيب فاحنا الصبح يعني صباح الخير كده واحنا مبتسمين، تمام؟ نقف قدام المرايه، ممكن نقول عليها انا ممكن الناس تعدي تقول لك ايه المجنون ده بيعمل ايه، بس مش مشكله خالص، وادي لنفسي كلام يدي طاقه ايجابيه، يعني ده النهارده يبقى يوم زي الفل، ده النهارده يوم جامد جدا، فادي لنفسي طاقه ايجابيه، دي طاقه ايجابيه كتير، تمام؟ دايما ابعد عن الكلام السلبي، يعني حتى لو يا نهار اسود ما اقولهاش، لان ده طاقه سلبيه على فكره، احنا بنقولها بهزار لكن هي طاقه سلبيه. وهكذا، يعني دايما ادي لنفسي لا في امل، لسه في تفاؤل، يعني ربنا عمره ما هيضيع اجر حد، يعني خلي على الاقل ابقى واثق في ربنا، يعني لو انا مش واثق في رئيس مجلس الاداره بتاع شركتي او اي حاجه، ابقى واثق في ربنا ان انا اشتغل هلاقي. هي الفكره كمان مش بس كده استاذ محمود، يعني الفكره اللي هي فكره يا اخي اخليك قاعد يا اخي، وانت يعني لما تروح هياخدوك، وانت يعني لما تنزل هتلاقي بالظبط شغل، بالظبط وانت لما هيدوك كام يعني، هتقبض قد ايه يعني، فتبقى النتيجه المنظر اللي بنشوفه على القهاوي. بالظبط يعني انا مش قادره اصدق كم من الناس اللي قاعده على القهوه ليل نهار في اي ساعه من دي اليوم. حقيقة فعلا. فده نقاومه ازاي؟ طيب ده نقاوم عن طريق الوعي، يعني لازم نعمل وعي، احنا قلنا لو انا دلوقتي عندي الادراك، ايوه حضرتك لما كلمتيني قلت لي لو انا عايز اغير الطاقه السلبيه اللي جوايا، ايوه فبالتالي انا عندي ادراك، طب الناس اللي ما عندهمش ادراك بقى اللي هي الحاله الثانيه اللي اتكلمت فيها دي، فلازم عن طريق الوعي، لازم ده يبقى عن طريق يعني الكليه او المدرسه، لازم ادخل فيها مواد او حاجات بتدي وعي دايما على طول، ده مهم جدا. وبعد كده في الشغل برضو نفس الفكره، يعني يكون ما اعرفش بقى تتعمل ازاي، جهه حكوميه بقى يعملوا ده، تخش المصالح الحكوميه او زي ما الشغل، حضرتك قلت الحقيقة، لازم التعليم وعي والإعلام، والاعلام، بالظبط التعليم والاعلام والإعلام، مهم، التعليم والإعلام بالظبط والثقافة، بالظبط ويا ريت كمان يعني وزارة الأوقاف، يعني الناس محتاجة قوي لخطب مختلفة تكلمهم عن أخلاقيات مختلفة، تكلمهم عن مهارات مختلفة، محتاجين الحقيقة مشايخ مختلفين.